أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك عصير ملون بلون أحمر، وهذا اللون مستخرج من نوع من الخنافس وهي مستخبثة شرعا، فما حكم ذلك إذا ثبت؟ إذا ثبت فلا يجوز ولا يشتهى، حتى وهو من الخنافس لا يشتهى ولا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.